مرحب بكم مجددا وعدناكم اليوم بهذا العود ونعتذر عن الغياب الطويل اللي غبناه عنكم الفتره الماضيه. مواصفات هذا العود اليوم معنا الوجه من السيدر، الظهر من النيبل والمهوغني بالاضافه للزند والبنجق، البنجق من الطرفين من المهوغني بالكامل، المسطره والمفاتيح من الابانوس درجه اولى، الزند عيالي من هنا بنقدر نتحكم بالدوسه اللي هو بعد الوتر عن المسطره من خلال الشد والرخم من هنا بكل بساطه. قياسات هذا العود عندنا العرض 36، العمق 20، طول الزند 19.5، وعرض العظمة 3.9، الأوتار من البيراميد لود تزان طافة. والآن نبدأ نصنع العود ونستمتع فيه مثل ما تعودنا دائما نكتبه أكيد مختلف مساحة الصوتية. نبدأ بسم الله. Thank you.
الاسفل في